عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ما تنسوش تصلوا الصلاة عليها افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تشتركوا في قناتي. شكرا جدا على 778 مشترك، انا فرحانة اوي 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 عشان انتوا فرحتوني. بصوا يا اصحابي، هم 10 حاجات بسيطة ونوصل لل 800. انا بحبكم جدا، بس انا زعلانة منكم في حاجة واحدة بس، اللي انتوا ما بتقولوش على افكار فيديوهات عشان يعني نعملها مع بعض. قولوا لي وانا اعملها، فان شاء الله في ناس طلبت مني اعمل لهم عن ان شاء الله باذن الله اعمل لهم على مشتريات المدرسه، بس اطلبوا مني فيديوهات. دلوقتي بقى نلعب لعبه معاكم، بقى نلعب معاكم لعبه يعني لحد ما تقولوا لي عن الافكار. هنلعب اللعبه ديت، لعبه تلبيس ومكياج اهو. هنبدا المرحله. اول حاجه هنحط ميك اب، ده بلاشر يعني اهو. هو منه الوان كتير يعني، بس عايزينه يعني يكون شكله جميل اهو. بصوا اللون ده جميل حلو يعني. انا هحط كده ماسكارا، هو الشكل ده جميل برضو، ده حلو ماشي كده جميل. هنحط كمان ده الشادو للعين، انا ما بحبش يعني الالوان هي زي البنفسجي، الوان بامبا الحاجات دي كده يعني، زي الحاجات دي يعني. فممكن نحطها اللون، لا يا رب نلاقي حلو بس كلهم يعني مش زي بعض. ده جميل اهو. هنجيبها بعد الروج، انا بحب الروج قوي. ايه ده جميل، روز ده حلو. نشوف بقى نعمل ايه تاني كده. هنلبسها يعني اهو، ده شكلها يا جماعة عروسة يعني وكده يعني، بنجهزها يعني ونلبسها وكده يعني. هنا فساتين جميلة قوي وشكلها جميل. نختار فستان، عايزين فستان شكله جميل كده يعني. بس فساتين انا مبحبش فساتين. ايوه ده جميل على دك كده بقى، جميل شكله جميل كده. ده جميل برضو، الضوء ده على الطرحة بتاعت العروسة. نشوف لها كده طرحة، دي جميل. لازم بوكيه واد يعني، لازم يكون معاها. نختار بقى. انا مش عارفه بس كلهم حلوين، كلهم حلوين. فطرت ده، ده جميل. العقد ده برضه جميل. نشوف هنعمل ايه تاني. هنا ايه ده بقى؟ ده هنا بتاع المنكر، هنحطها منكر. هنا ادي يسار وهنا ادي يمين. هنشوف بقى اللون المنكر. الله اللون ده جميل قوي. نحنا نرجع للتاني، شكله جميل اهو. قولي لي افكار فيديوهات وانا اعملها لكم يعني، قولي لي كتير افكار فيديوهات وانا اعملها لكم عشان يعني يكون عندنا فيديوهات كتير قوي، عشان انا نسيت قوي افكار الفيديوهات التانية، ما عادش عندي افكار خالص اهو. ده كده بقى اللي هو التزيين بتاع الضوافر يعني، اللي هو زي حاجات كده اشكال بتحط على الضوافر عشان تخلي الضوافر شكلها جميل. انا بحب يعني بحب الحاجات الهادية مش الحاجات البهرجة الكتير دي يعني. دي ما بتتحطش ليه؟ ايوه لسه هنحتاج نحط ده كمان. تعالوا نختار لون تاني، ده جميل اهو. اهوت هنشوف انا ايه تاني. انا بصوا احنا لازم نعمل الحاجات دي في اللعب، فانا ما بحبهاش اصلا، بس يلا بقى هو لازم. فرشات جميلة، ايوه لازم. طب نلبسها خاتم في الايد اليمين احسن، خاتم واحد او مهاس، هو عايز لازم الايد تكون كاملة يعني. في الايد التاني نلبسها خاتم ده مثلا كده. هحط بقى نفس المنكير يعني، مش هحط يعني اللي بقيت المنكير علشان يا ربي، عشان يعني اللي هو ما يكونش الالوان مختلفة عن بعضها فهيكون شكله وحش.
لا مش انا حطيته لها قدامك اهو. ايوه ماشي اتلخبطت معلش، لازم اعمل بتاع ديت اهو. نعيد تاني كده عشان لو هيقلب يعني زي ما انتوا شايفين اهوت. هنزين كده بقى اهو. انا عايزة بس ان انتوا تقولوا لي افكار عشان اعملها اهوت. هنجيب اللي احنا كنا مزينه برضه في عشرة زيها كده، ولبسناها خاتم ده وفي الخاتم ده. يلا هنتك علامة الصح. يلا بقى يا معلم نلعب والله. بصوا انا عشان اشوف هنا شكلها مختلف يعني، انا ما بحبش يعني بقى يخلوها كده يعني شويه يعني. ده نقيمه 5/10. لا احنا عايزين بدله كده. ايوه كده على بنطلون اسمر يعني كده بيكون شكله جميل قوي قوي قوي. جينا للشوز. ايوه كده بقى لبسنا العيش شكله جميل. ده بقى التورته كده نسكنها زينها. لا جميل. ايوه ده شكله جميل، وده برضو وده برضو. شوف عملنا التورته في 5 ثواني ازاي، ما كملش حتى 5 ثواني. نشوف الله شوفي كده الكاحلة ازاي. بصوا يا جماعة يعني احنا لازم ما نمشي زي كده كده كده، لازم يكون في كراسي. ايوه زي ده كان لونه جميل وشكله جميل. دي الكوشة بقى اللي بتتزين كده بيقفوا فيها كده. ده جميل، لازم بدل يعني يتزين بيها كده الحتة. ده جميل. هدية بقى عريس وعروسة كده لازم نخلي. بصوا العروسة شكلها حلو وبقى عايز برضه شكله حلو، بس لازم نخلي العروسه هدايتها اكتر. والله انا زعلاكم يعني، لازم يكونوا الاثنين زي كده. بس نشوف هنعمل ايه تاني. حاسه ان كده هنكون خلاص. ايوه كده خلصنا، وده يكون فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في قناتي. وسلام باي. ما تنسوش تفكروني بالافكار في الفيديوهات في التعليقات. باي.